قبائل أيس براهيم بإيميلشيل تؤجل موسم الخطوبة إلى الشهر المقبل، حجتهم في ذلك تأخر المحصول الفلاحي لهذه السنة وفقا لتقاليد تنظم العرس الجماعية بعد كل عام فلاحي لتخلف الموعد مع قبيلة أيت عزة. نريد الحفاظ على تقاليدنا الأصيلة، ليس هناك خلاف حاد بين القبيلتين، كل ما في الأمر أن عملية الحصاد عرفت تأخرا هذه السنة ونحن متشبتون بكل العادات الأصيلة. الموسم التالي هذه أحفظ نديكش في العادات التقاليد. وللنبش أكثر في تاريخ موسم الزواج التقينا هذا الرجل السبعيني من قبيلة أيت إبراهيم ويحكي لنا عن تاريخ المصاهرة بين القبيلتين. كل قبيلة لها عاداتها الخاصة وغالبا ما تحدث علاقة مصاهرة بين أفرادها، حتى اللباس التقليدي تحتفظ كل قبيلة بما يميزها عن الأخرى، وهو حال القران بين أيت عزة وأيت إبراهيم. هل تؤكد هذه الحكايات أسطورة إسلي وتسليت بين شابين تحدى حبهما كل الأعراف؟ على كل حال فلكل تقاليده ليبقى الوئام قائما بين سكان إيميلشيلا.